هذا البرنامج بالاشتراك مع أهلا وسهلا فيكم متابعينا وجميع متابعين انضمونا بطبعا آخر فقرة من فقرات حلقتنا لليوم. طبعا أكيد كلنا بفصل الشتاء بنشكي من الرطوبة، من جزر المي، من فواتير الكهرباء، من الصوبة، من الكاز، من كل هاي الشغلات. اليوم معنا ضيف مميز جدا اسمه سامر باطا. يا أهلا وسهلا فيك يا سامر، مدير ومؤسس جعفر شوب. لأن كل شوي بتطلبوا جعفر شوب. أوكي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بدي تحكي لي اكثر عن جعفر شوب، شو بتفيدنا بفصل الشتاء بالذات؟ هلا جعفر شوب هو اول موقع ناطق باللغه العربيه مختص في مستلزمات المنزل وخدمه المنشات. نعم. كثير بركز على المحتوى، كثير بركز على كيف نساعد الناس يستخدموا ادوات معينه، الات معينه، اجهزه معينه، كيف يعملهم من نفسهم صيانة لبيتهم وساعدهم هذا الحكي، بالإضافة لتوفر هذه الأجهزة أو الأدوات كلها موجودة عندنا على الموقع. كثير مثلا بننزل نصائح خصوصا حسب الموسم، صيف، شتاء، ربيع، مناسبة معينة، كيف يستخدموا نصائحك باستمرار. بالضبط، لأنه مستلزمات الواحد بيشتري بس بعرفش كيف يستعمل. 100%. فأنتوا بتنزلوا تيبس إنه الواحد كيف 100%. يستعمل مثلا عند رطوبة، كيف يحط، كيف يحط، كيف يرزق. يعني كل هاي النصايح موجودة على كلها موجودة. وهلأ اجي صرنا كمان مثلا واحد بده يستخدم أدوات معينة أو يعمل شغلة معينة، صيانة معينة لإشي معين عنده في البيت. هي رطوبة بالذات مشكلة بالشتاء. هي رطوبة بالشتاء هي أكبر مشكلة. فطبعا احنا بننزل فيديوهات كيف انه نساعد الناس، يعني حتى مثلا ادوات معينه كيف يميز بينها. ابسط الامور مرات احنا ما بنعرف نعملها لكن ببساطه بنقدر نعملها، فبننزل فيديوهات تساعد الناس كيف تعملها كيف. او تحسن استخدامها بطريقه كثير كويسه. فهذا هو بشكل عام جعفر شوب. بتلاقي اقبال من الناس انه مثلا يشتغلوا بايدهم؟ عاد الناس اتكاليين بطبيعتهم، يعني حتى انا واحده من الناس اللي بدي حدا يجي يعمل لي شغله انا ما بفهم فيها. نعم، لكن في شغلات بسيطه جدا انت بتقدر تعمليها، زي مثلا تنظيف المكيف، هو من ابسط الامور ممكن اي واحد يعملها. بس احنا خلص بنقول لا بنجيب واحد، لانه مرات كثير بنخاف نتعامل مع الاجهزه. طب شو بعمل؟ بس المكيف عندي يصير مثلا بارد، بجيب استشوار بفتحه بحط عليه بكون مجلد. نعم، بس في شغلات يعني اسهل من هيك ممكن تعمليها. اكيد. بس يعني مثلا من المشاكل اللي كثير بتواجه البيوت. نعم. الحنفيه نقطه التوفير او نقطه التوفير اللي بتكون على الحنفيات كثير بتعمل مشاكل، كثير بتضعف الميه. أسهل من حلها داخل منزل، ما في فكها سهل جدا. نعم. تنظيفها سهل جدا، يعني ملح الليمون هو أسهل مادة ممكن تنظف فيها للكلس. للكلس فقط لا غير. الكتل مثلا كتير بصير فيه كلس، أسهل طريقة لتنظيفه في المنزل هي ملح الليمون. شغلات بسيطة جدا، يعني أي واحد ممكن بتوفر يعني. بأي منزل. ومش بس هيك، يعني مثلا كتل المية بساعد كتير على توفير الكهرباء إذا نظفناه، يعني جزء من استهلاك الكهرباء بصير في الكتل، وهذه إحدى أهم المشاكل اللي بتواجهنا في الشتاء في بعض المستهلكات زي الجيزر مثلا. طبعا جيزر مشكلة. فهذه كلها تبس صغيرة يعني إحنا ممكن نعملها، كيف نحفر، كيف نعلق صورة، كيف نعزل باب، يعني الباب مرات كتير بيجينا الهواء منه خصوصا فصل الشتاء هلا، كيف ممكن شبر بسيط جدا هو موجود على موقع جعفر شوب ويباع هناك باسعار منافسه جدا وخيارات متعدده طبعا، بالاضافه لانه بمنع. احدى الشغلات اللي بنقدمها على جعفر شوب انه المعلومه، يعني حتى سواء للمستهلك او للتجار كمان، معلومة انه هذا المنتج من ايش مكون كلياته باللغة العربية، مترجم كلياته باللغة العربية. وهي ايضا منصة لتجار الجملة والموردين انه ممكن يرفعوا منتجاتهم بحيث انها توصل للمستهلك او لتجار التجزئة. فهي لها اكثر من جهة عم نشتغل عليها. اهم شغلة انه احنا موقع باللغة العربية، لما بننزل المنتجات او بننزل النصائح كلياتها باللغة العربية، حتى المنتجات كل المواصفات تبعتها مكتوبة في اللغة العربية. طيب احنا بنسألك سؤال دائما شائع، هو شو أكثر مشكلة بتحس إنها موجودة، يعني مشكلة مشتركة خلينا نحكي بالبيوت بالأردن خلينا نحكي بلادنا العربية؟ هو مشكلة فصل الشتاء طبعا، مشكلة وحالة طوارئ نعتبرها دائما بالنسبة لنا على الموقع، اللي هي أول ما يبلش الشتاء يدخل، يعني بنحس أول حالة طوارئ بتصير مع أول شتوى، الناس بدها دفى
الدفى هي مشكلة، هي مش مشكلة، هي طلب كتير لكن هو بصير مشكلة. مشكلة بالعازل بالعوازل بالبيت أول ما ببلشوا بالبناء، ولا أنا مش بفهم بالبناء لأنه هي المشكلة الأولى إنه شو المستلزم الدفى اللي بيناسبني. طبعا أهم مستلزم دفى هي الصبة أكيد، بس الصبات بشكل عام بتدفيك وأنت قدامها. نعم، بس تدفيها ببرد البيت. بكون لها محاذير، أنو أأمن وسيلة، أنو أفضل وسيلة، أنو أوفر وسيلة، أنو أفضل وسيلة. طبعا هي أأمن وسيلة، إذا بنحكي عن أأمن وسيلة لكن هي المكلفة اللي هي البويلرات مع الديزل أو الغاز، هي أأمن وسيلة مزبوط، بس مش الكل بقدر، مش الكل عنده، لكن مش الكل. الغاز هي وسيلة آمنة، لكن هون صبة الغاز بدنا نميز إنه مش أي صبة غاز ولا رخص السعر هو الإشي المهم. في صبات غاز فيها أجهزة أمان، هذه كتير مهمة، يمكن ندفع زيادة شوي أكتر لكن هو لأماننا. صبة الكاز تعتبر هي بديل مثالي جدا لأنه نوعا ما الكاز هو استهلاكه مزبوط. قليل. مشكلة صبة الكاز إنه إحدى أهم نواتج الاحتراق اللي هي ثاني أكسيد الكربون، وبعد مرحلة بتحول الأول أكسيد الكربون. بدنا ريحته كمان بتعب، ولازم واحد يدويها برا بعد. شوي نظيفة يعني. بس ما بحكي لك مش كل الناس بتقدر إنها تشتري أشياء بتكون يعني. صبة الكاز هي أرخص والاستهلاك تبعها أقل، لكن صبة الكاز لها محاذير في استخدامها، من إنها لما توقع منتجات الاحتراق تبعتها ونواتج الاحتراق تبعتها لازم نكون حريصين جدا فيها. والبديل الثالث اللي هي صوبة الكهرباء، صوبة الكهرباء تعتبر آمنة لكن هي في الحقيقة ليست آمنة، لذلك دائما لما احنا نختار نختار الشيء المناسب. صوبة الكهرباء الناس كثير بتعتقد انها آمنة، بدنا نكون حذرين لانه احنا لما بنحطها في الكهرباء هل السلك اللي بيمشي من الكهرباء لساعة الكهرباء هل هو كافي يقاوم هاي الحرارة؟ أسلاك كتير ما بتكون مقاومة للحرارة، طبعا بتسيح الكهرباء تعمل شورت، تعمل خطر عالي جدا، ممكن تسبب حرائق. مزبوط. الناس تعتقد أن صوبة الكهرباء بتسبب حرائق. أنا صارت معي مرتين على فكرة تسبب حرائق، صارت معي مرتين كان في ضغط كتير كبير وكهرباء ومش عارفة شو، فوقتها حرقوا يعني ما بعرف. فأأمن نوعا ما بعيدا عن البويلرات أأمن وسيلة هي الغاز، لكن الغاز لازم نكون حذرين من انه يكون فيها يعني تعمل كات لما يكون في نقص اكسجين. بس صوبة الكهرباء مش موفره. الكهرباء غير موفره، مش موفره اخر الشهر. لا 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 مش موفره بشكل عام، مش موفره. الاوفر شيء هي صوبة الاوفر والامن بينهم الغاز. الغاز سوري. الكاز بده يكون فيه محاذير، لذلك دائما احنا بننصح اي واحد بيستخدم هاي الوسائل في قطعه صغيره بحطوها عاده بالسقف سعرها بسيط جدا وبتعمل على الكهرباء، صوتها عالي جدا، اي دخنه بتطلع على طول بتعطي تحذير مبكر. هذه من احدى الوسائل اللي بتساعد على الحمايه. ودائما بننصح بالطفايات، لازم أكيد. يكون دائما طفاية في البيت، يمكن الواحد ما بيعرف امتى بحتاجها بس لما بحتاجها تسوى تقولها ذهب. ممكن نقطة زيت تيجي على الغاز أيام سبحان الله تعمل حريق، وكل شيء بحكي لك إياك صار معي 100%، صار معي، صار في أي بيت يعني ما في إشي حكيت لك إلو صار معي. بس يعني مهم جدا أنها تكون، وهذه برضو من الشغلات ومن النصائح بنقدمها، إيش طفاية البيت المناسبة صيفا شتاء بكل الفصول، مهم جدا أنها تكون وفي نوع معين، هذا برضو من النصائح اللي بنقدمها. لكن بشكل عام نختار دائما إشي مناسب لنا. طب مشكلة الهواء اللي بيمرق من تحت البواب بفصل الشتاء أو بفصل الصيف، يعني بصير طبعا أكيد بجيب حشرات، بس الشتاء بجيب برد. نعم، ورطوبة. بدنا نعرف عنه أكثر يعني. هلا هذه إحدى أهم المشاكل اللي بتواجهنا، إنه مع الدفع عم بدخل هواء. حلها بسيط جدا من خلال شبر معين بأشكال معينة فقط، هو شبر يعني هو ربر بكون أو ممكن يكون سفنجي بيخفف من دخول الهواء، دخول الغبرة كمان. حلو. خصوصا لما يكون في رياح قوية جدا هذا الحكي بتفش الباب فبمنع. طبعا مع وجود صوبة مع وجود هواء داخل معادلة صعبة جدا، فلازم نعزل البواب سواء صيفا أو شتاء أو حتى مع الحشرات. شيء بسيط جدا وعبارة عن شبر أبواب بنحط حول الباب وفقط لا غير، ثمنه لا يتعدى، النوعيات الممتازة جدا لا يتعدى 3-4 دنانير فقط لا غير. وطبعا هو يعني هو بكفي لطول الفصل يعني هذا الرابر بيضله. النوعيات الكويسة بتكفي طول الفصل لأنه لواصقها عالي جدا. وبنحط كمان على حافة الشبابيك برضه، بنحط على مش حافة بس الشبابيك. على الأبواب. نعم 100%. طيب إيش نصيحتك أنت للمتابعين عم بشوفونا هلا أكيد يعني بفصل الشتاء وبفصل الصيف، يعني نصايح لك عشان إنه يحافظوا على دفى البيت، ما يكون في رطوبة، ما تفوت ماء. هو من أهم مشاكل غير التدفئة
يمكن من اهم المشاكل اللي بنواجهها فاتوره الكهرباء. اكيد يعني طبعا بالصيف بتعلى وبالشتاء بتعلى، لكن بالشتاء بتعلى بشكل اكبر كثير. يعني طبعا احدى اهم وسائل التدفئه هي المكيف. أكيد. في ناس بتتضايق، انا مثلا بتضايق من الهواء الجاف. انا على طول استنى حساسيه من وراء. نعم، من الهواء الجاف، مشان هيك مش انا بالنسبه لي مش الوسيله المفضله. بس مثلا المكيفات بالصيف نوعا ما، هلا المكيفات كلها اللي بتدخل عندنا هي اسمها انفرتر او دي سي. بس احنا هلا بما انه بنحكي عن الشتاء، يمكن اهم شيء هلا او اهم مشكله عم بنواجهها هي فاتوره الكهرباء. طبعا من بسبب صوبة الكهرباء او المكيف، او في وسيله استهلاك للكهرباء عاليه جدا اللي هي الجيزر. الجيزر من اهم المشاكل اللي عم نواجهها بهذه بالشتاء تحديدا. نسال دائما نخلي الجيزر شغال طول النهار عشان المي تضلها سخنه ولا كيف؟ ايش بنصحنا؟ هذا الحوار اللي دائما يعني ملوش انا لما كان في بيتي زمان جيزر كنت اخلي 24 ساعه ضوء تطلع فاتورتي. نعم. يعني كانوا دائما ينصحوا هذه النصيحه بعد دراسات بعد تحليلات، حتى انا يعني جربت هذا الموضوع انك تطفي وتستخدميه في الوقت المناسب، هذا شيء افضل من انه يضل شغال 100% خصوصا فصل الشتاء. يعني اليوم احنا عم نواجه درجات الحراره، الصبح لما جيت كان درجه الحراره 3، طب انا الصبح لما بدي استهلك المي وتعود تنزل مي جديده راح تنزل بدرجه حراره 3، عشان ارفعها لدرجه حراره 50 قديش بدها كهرباء لتوصل لهذه الحراره. يعني انت بتنصح انه نخلينا ضوي نطفي؟ لا ما نضوي، نطفي. انا زمان كانوا يحكوا لي خليه ضاوي عشان اذا طفيتيه وضويتيه رح تطلع فطورتك اكبر. خلينا نخليها حالنا بدنا نشرب كاسه شاي، انا من الصبح بدي ضلني اغلي مي واضلني اسخنها لغايه ما اشربها بالليل. ليه؟ اصلا بتتبخر المي حتى لو ضلت ازيدها، ما هو الفكره اني انا راح اضلني ازيدها في مية الحنفيه، مية الحنفيه بتكون يعني مي وكهرباء عمليا. انت بالضبط انا عم بسحب كهرباء، فطب ليش انا لما بدي اشرب كاسه الشاي بغلي المي وبخليها جاهزه؟ نفس الشيء لما بدي اتحمم او اتعامل مع المي لازم يعني اشغلها قبل بفتره وهذا الحكي كافي. فهذه يعني احنا قرانا كثير على مواقع اجنبيه دائما عم تنصح انه لا لوقت الاستخدام اني انا استخدمه فقط في هاي الفترات، عدا ذلك ما في داعي اني اضلني اشغله طول الوقت خصوصا بالفترات هذه، مشان هيك هلا بتطلع الفاتوره، لانه انا بمجرد ما سحبت الميه رح تنزل مي من التنكان درجه حرارتها تقريبا 3، لارفعها درجة حرارة عالية جدا رح يستهلك طاقة عالية جدا. شغلة مهمة دائما بننصح فيها على الجيزر من فترة لفترة خصوصا بعد 2-3، بطبيعة ميتنا احنا كلسية الحرارة على طول بتترسب عليها، يمكن بنلاحظ هذا الحكي في كتل المية دائما كلس تحت بحط له ملح ليمون مشان، وزي ما حكينا في البداية انه ملح الليمون هو الحل بدور. هناك نفس الشيء بالنسبة للجيزر، يمكن نحتاج فني لهالموضوع، لكن النصائح اللي بنقدمها دائما انه هو عباره عن اليمنت او مقاومه بسموها مقاومه من نحاس، كثير بننصح انه نفكها اذا احنا بنقدر او نجيب فني فقط ننظفها. هذه من اكثر الحلول العمليه، لانه لما بتراكم عليها الكلس جزء من المقاوم عم بيستهلك ليمر من خلال الكلس يمر للميه، فهذه كثير عمليه انه نرفع الافشنسي او الكفاءه تبعت الجيزر كل 3 سنين، كل سنتين لو عملناها برفع الكفاءه العاليه تبعتها. طب غير المشاكل اللي حكينا فيها هلا، شو بتحس انه في مشاكل ثانيه يعني الناس دائما بتشكي منها دائما غير الرطوبه والهواء شو فيك بتحس انه في يعني اشياء يمكن الناس مش كلها بتشكي منها بس انه موجوده؟ هلا يمكن اكثر مشكله عم نواجهها بالشتاء الرطوبه، هي اكبر مشكله خصوصا مع الاستحمام مع الحمامات، كثير هاي المشكله او الندف اللي هي دخول المي من تنزل الخرج. حتى اللي هي التراش زي ما بيحكوا على زي التراش. نعم المي بتنزل بالضبط 100%. هلا الرطوبه طبعا احنا مشكلتنا انه يعني احنا بناخذ البيت بتصير انه في مشاكل كثير في عمليات التشطيب الا ما تصير هاي المشكله. اهم حل لها للرطوبه نكون حريصين جدا دائما انه الاثاث اذا بتظهر عندنا رطوبه ما نلزق الاثاث بالحيطه، لازم نبعده لانه لازم تدخل الهواء عليه، يعني التخت نبعده شوي 5 سم عن هذا. ايش العلاقه بين انه الاثاث يكون مش كثير ملزق بالحيطه؟ بنسمح للهواء يعمل في تهوية يعني بيصير عشان ما يقشر. مزبوط هذا بيساعد، هو ما بحل بيساعد. برضه من اهم المشاكل للرطوبه خصوصا في الحمامات شفطات الهواء
لازم تشفط الهواء اول باول، تشفط عليه الماء اللي بيفتحوا الشباك، شباك المنور أو يمكن في ناس ما بتحب تفتح الشباك. هو في اصلا حتى اليوم عم تتطور هذا الموضوع، اليوم في عنا شفاطات مع شتر اوتوماتيك، يعني مزبوط. بيفتح وبسكر، هذا كثير عملي جدا مشان ما يمنع دخول الهواء. هلا احنا بنحكي كمان لانه في ناس ما عندهم هالشغلات، يعني احنا بنحكي، خلينا نحكي عن اكبر فئه التهوية. يعني بالمجتمع الاردني التهوية. اكيد وغيره اكيد ما في عندهم هاي الشغلات، مية يعني او على ناس يعني 100%. هلا بالنسبه للرطوبه دائما افضل حل انه ندور على اصل المشكله. نعم. هل بيجي من السقف؟ هل في شقوق مثلا في بلاط السقف؟ هل في بيجي امتصاص عالي جدا للحجر؟ لازم ندور على اصل المشكله. مش دائما، يعني مرات كثير بكون صعب انه ندور على اصل المشكله. فالحل للمشكله انه في موانع للتسرب، عفوا للرطوبه، او في معالجات للرطوبه. انا بهز براسي بس لاني مش شارب القهوه اليوم. مشان هيك في معالجات للرطوبه. لا ما عندي رطاسه العرب. في معالجات للرطوبة، ممكن للحيطان نقيم رطوبة بهذه الطريقة، لكن امتصاص الحجر له مشكلة. إذا مثلا كان من السقف وسبب مثلا دلف للمية، في مواد مطاطية بتكون بحيث انها بتتمدد مع الـ مع الـ مع ارتفاع الحرارة في النهار وتتقلص مع الشتاء، هذه كلها بتعزل المية. العفن برضه هي إحدى أهم المشاكل اللي بنواجهها في البيوت. هو من الرطوبة جاي العفن. نعم، هو بتحول إذا ما تعالج بتحول لعفن. طب بتحس إنه مثلا في أيام ممكن تكون مشاكل أنتو كجعفر شوب ممكن يعني تستعينوا بفني، إنه مثلا ما بيقدر الواحد يجي يعملها لحاله، فلازم فني يروح يحل المشكلة من أصل المشكلة يعني، وأنتو تكملوا الباقي، بتصير معنا مثلا زي المكيفات، المشاكل كتير بتصير مكيفات، مشاكل الغاز، مشاكل تسريب الغاز، هذه بتحتاج إلى فني، أو مثلا مشاكل الجيزرات المتقدمة بتحتاج إلى فني، مشاكل العزل ممكن إذا كانت إشي بسيط جدا إحنا ممكن نعزلها بفرشاية أو برول طراشة. نعم. إذا كانت أكثر من هيك نعم نحتاج إلى فني لعمل هذا الحكي أو البحث عن أصل المشكلة، فهذه من أهم المشاكل اللي بنعملها. مشكلة أخرى يمكن إحنا بنقدر نحلها، كثير من الحيطان خصوصا بتكون في منطقة الحمام على منطقة الشاور أو البانيو، هذه الحيطة المقابلة إذا كانت داخلية كتير وباستمرار بتكون المية موجودة فيها، ممكن إحنا نستخدم بس مجرد عازل سيليكون إذا إحنا عرفت نستخدمه، وهذه إحدى الفيديوهات الموجودة عندنا برضو كيف نعمل السيليكون على طرف المجلة أو البانيو. هذه شغلات بسيطة جدا، دائما بننصح لما بنعمل هذا الحكي طبعا نتركه 24 ساعة ليطلع باستشوار ممكن نجففه، بس أهم شيء نطلع الرطوبة. أكيد. إحنا كتير مرات بتصير عندنا مثلا بنحط بعد 6 أشهر أو 5 أشهر 4 أشهر بنلاقي رجعت العفن. مزبوط. ليش؟ لأنه أصلا الرطوبة موجودة، لازم تعالج من أصلها، نعالجها من خلال استشوار، نحمي من خلال البانيو أو الشاور بوكس، إنه تطلع الرطوبة تتبخر ونتركها 24 ساعة بعدين نحط. فهذه برضو من الشغلات البسيطة جدا اللي حلها بسيط جدا واللي دائما نقدم عليها نصائح. يعني أكيد هاي نصائح جدا قيمة عن جد، خاصة فصل الشتاء يعني، وأكيد يعني إذا مش كلنا يعني معظمنا بيعاني من مشكلة الرطوبة، العفن، التسريب الهواء من تحت الأبواب والشبابيك. عن جد شكرا كثير لك سيد سامر، عن جد شكرا كثير لك، واكيد اذا يعني المشاهدين حابين انهم يشوفوا الشوب تبعك اونلاين موجود، هو جعفر شوب دوت كوم. شكرا كثير لك كمان مره سامر، ومتابعين نطلع فاصل قصير نرجع عشان نختم معكم، خليكم معنا.